الله يمسيكم بالخير، شخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم بإذن الله بسوي معاكم نفس ما قلت لكم كاري ربيان. كاري ربيان بجوز الهند، صدقوني نكهتها لذيذة لذيذة لذيذة. أنا مسوي هالوصفة يمكن 2018 ولين اليوم كل ما أتذكرها صراحة تدخل في خاطري. الوصفة وايد سريعة، مناسبة حق الناس اللي يبون يسوون شيء سريع، تناسب رمضان. تقدرون تقدمونها مع خبز أو عيش أو أي كان. فهذه المكونات كلها، الحين بقول لكم التفاصيل والمكونات بالتفصيل. أول شيء طبعا الأساس عندي ربيان. أنا دائما أحب أستعمل الربيان الفرش، ما أحب أستعمل المثلج إلا إذا مضطر، بس عندي ربيان فرش بهالشكل ومنظف الظهر أكيد بدون قشر. وعندي بعد بصل، عندي البصل حبة بصل متوسطة مقطعة ناعم. وعندي المنكهات أو المطيبات، عندي أهم شيء الثوم والزنجبيل، طبعا في الأكل الهندي ضروري الثوم والزنجبيل. عندي حبوب الخردل، وعندي بعد حبوب الكمون وغير حبوب الكمون. عندي ورق الكاري، ورق الكاري طبعا اختياري، اذا كان متوفر عندكم انصحكم تحطونه لانه يعطي نكهة وايد حلوة. والبهارات عندي قفشة كبيرة من بهار الكاري، وعندي نص قفشة صغيرة من الكركم، بس هالبهارات اللي مستعملها بالاضافة الى الملح والفلفل الاسود، فلفل اسود مطحون فرش طبعا احلى. وعندي حبة فلفل اخضر، تقدرون تستعملون اي فلفل يعجبكم اختياري. وفي النهاية جوز الهند مبشور، أو تقدرون تستعملون المبشور طازج وزيت. الزيت جوز الهند طبعا تقدرون تستبدلونه بزيت عادي، لكن أنا أحب أعزز نكهة الكوكونات عن طريق زيت جوز الهند. وأكيد ما ننسى حليب جوز الهند. حليب جوز الهند تلاقونه معلب بهالشكل، أو تقدرون تاخذون البودرة الجاهزة وتذوبونها. نحتاج تقريبا 300 ملي او 300، يعني من 300 الى 400 على حسب الكمية. بسم الله نبتدي الوصفة. اول شيء عندي في طاسة بحط زيت جوز الهند، قلت لكم ملعقتين كبار من زيت جوز الهند، او تقدرون تستبدلونه باي زيت يعجبكم، او ممكن تستعملون السمن بعد. أول ما يسخن معاكم الزيت بهالشكل تضيفون حبوب الخردل، تبتدي تطلع صوت معاكم حبوب الكمون، في النهاية ورق الكاري. بس لما تحطون ورق الكاري حاسبوا لأنه ممكن يطشر عليكم. بسم الله. نحط الفلفل، فلفل اختياري طبعا. وعندي البصل الاحمر مقطع صغار. نسوي حمسة سريعة بهالشكل، بس مجرد يتغير عندي لون البصل ويحمر شوي ممكن بعد ما البصل خذ لون بسيط بهالشكل من يبتدي يشقر معاكم، ما نبي نحمره وايد. تاخذوا شلون اللون صار اشقر خفيف. الحين نقدر نضيف معجون الثوم والزنجبيل. عندي قفشة كبيرة نفس ما قلت لكم. بسم الله. بس مجرد تطلع معاكم ريحة الثوم والزنجبيل ممكن نضيف البهارات، الكركم وبهار الكاري والملح حسب الرغبة.
أكيد الفلفل الأسود. الفلفل الأسود دائماً أنا أحب أطحنه فرش، يعطيني نكهة أحلى. خلاص بهالشكل حمسة البصل والثوم جاهزة. هني عندي نص كوب من جوز الهند المبشور. قلت لكم تقدرون تستعملون المطحون الفرش أو سوري قصدي المبشور الطازج أو المجفف حسب المتوفر. طبعاً الفرش يعطيكم نكهة أفضل. الحين بنحمصه شوي، بس مجرد تغير شوي لون الجوز، جوز الهند، بنضيف عليه الربيان والحليب. طبعا الحين تبتدون تسمعون صوت جوز الهند المبشور، شي يعني يطرقع شوي، اسمعوا شلون. خلاص بهالشكل تحمص معاي وطلعت ريحة جوز الهند، ريحة وايد حلوة ما شاء الله. الحين في النهاية بضيف ربيان، عندي ربيان مقشر نفس ما قلت لكم، شلت الظهر ونحطه على طول على الخلطة. طبعا الربيان مثل ما تعرفون ما ياخذ مده طويله في الطبخ، مجرد 5 دقائق بالكثير يكون جاهز معاكم. فالحين بس بحمسه مع الخلطه عشان ياخذ البهارات، مجرد ان لون الربيان يتغير معاكم يصير احمر او برتقالي بهالشكل تعتبر هالمرحله خلصت، ونقدر نحط حليب جوز الهند. خلاص بهالشكل خلصنا من الوصفة، بس نحرك تحريك بسيط بعد ما نضيف الحليب ونخليه على نار متوسطة لين ما يتبخر لما تتبخر السوائل الزايدة عشان يكون القوام كريمي أكثر. 10 دقائق 7 دقائق بالكثير الوصفة تكون جاهزة. بهالشكل بعد 7 دقائق من الطبخ الكاري جاهز. تقدرون تقدمونه يا مع خبز او مع عيش ابيض اللي يعجبكم. انا الحين بسوي معاه عيش ابيض وبعطيكم بعد الطريقه. طريقه العيش الابيض اللي اسويه مع الكاري بهالشكل، عندي هني ماي مغلي، وعندي شويه ملح، فلفل اسود حب، وعندي ورق غار، وشويه بصل مقلي وهيل. هالطريقه بتعطيكم نكهه الاكل الهندي او العيش الهندي، صراحه وايد حلوه الطريقه. اعتمدوها، بس لازم الماء يكون زايد عشان نشخله بعدين. خلاص اول ما يغلي عندكم الماء تاخذون العيش، عندي العيش نقعته تقريبا ساعة الا ربع مغسول ومنقول. بسم الله الرحمن الرحيم، بس تخلونه يطبخ تقريبا 10 دقائق ربع ساعة أو لين ما يستوي، وبعدين نشخله ونرد نطبخه. وشوية زيت حطيت، ما أدري إذا قلت لكم ولا لا.
خلاص بهالشكل العيش طبخ معاي تقريبا 95%. لاحظوا شلون ما شاء الله الحبة بحبتها والحبة طويلة بعد. فخلاص الحين 95% مستوي، نشخله أو بنصفيه من الماء الزايد، بنخلي البهارات وبنرجع على النار تقريبا 5 دقائق 10 دقائق تسكر، وبعدها ممكن نغرف الأكل وأرويكم الطريقة في النهاية. خلاص شغلت العيش، خلص من الماء الزايد، الحين بسم الله برجع في الجدر، ممكن في النهاية تحطون شوية بصل مقلي نكه لكم العيش، يصير فيه نكهة غير عن اللي متعودين عليها. فخلص نخليها على نار هادية، نخلي العيش على نار هادية، بعدها أرجع لكم إن شاء الله بعد 7-10 دقائق. العيش بهالشكل جهز، خلاص سكر، صار له تقريبا 10 دقائق، ما شاء الله صار نثري. هذا شلون طبعا البصل المقلي يعطي نكهة رهيبة، جربوا الطريقة واعطوني رأيكم، إن شاء الله بتعجبكم. شوفوا شلون وبهالشكل الوصفة جاهزة، كاري الربيان بجوز الهند، جربوا الطريقة ولا أروع، صراحة سهلة ولذيذة، أنصحكم تجربون إذا تحبون سي فود وتحبون نكهة الكوكونات. لاحظوا شلون صارت عندنا ثقيلة بهالشكل، خاثرة على قولتهم، وهني عندي العيش الأبيض بعد استوى، لاحظوا شلون ما شاء الله الحبات طويلة. فخلاص الحين ممكن نغرف واعطيكم رايي، اوريدي انا مجرب الوصفه بس عشان اشجعكم انكم تطبقون هالوصفه. بهالشكل أقدر أقول لكم علي وعليكم بألف عافية، جربوا الطريقة وادعوا لي. خلصت الوصفة كاملة في أقل من ربع ساعة. خطيرة والله، بدون أي مجاملة اللي يحب الكوكونات متأكد 100% بتعجبكم، جربوها وبتدعوا لي متأكد.